أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن آخر عرض اقتصادي لهذا الأسبوع. أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد اليوم برباط أن الدولة تتابع عن كثب ملف شركة تكرير البترول سميغ. وأعلن بوسعيد في ندوة صحفية خصصت لتقديم المؤشرات الماكروإقتصادية لسنة 2016 أنه تم إنشاء فريق مكلف بمتابعة هذه القضية تحت إشراف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأبرز بوسعيد أنه مع ذلك فالدولة لا تستطيع التدخل في ملف معروض على أنظار القضاء. وفي سياق متصل قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إن وتيرة نمو نسبة المديونية استقرت في 0.6 نقطة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح بوسعيد في ندوة لتقديم المؤشرات الماكروإقتصادية لسنة 2016 أن معدل المديونية انخفض ب